خليني برضو اعرف من باشمهندس ياسر، حضرتك قرات هذا البيان او سمعته، وذكريات حضرتك مع هذا البيان ازاي؟ بدايه طبعا لازم نقدم التحيه لشعب مصر كله بمناسبه 30 يونيو، وقبل على جبين كل اسر الشهداء اللي سقطوا من 2011 من اسر القوات المسلحه والشرطه والمدنيين، لان الحقيقه هم يستاهلوا مننا، ويمكن ده العيد بتاعهم، لانه لولا هؤلاء الشهداء اللي سقطوا واللي ما زالوا النهارده لحد النهارده بيسقطوا في سبيل الحفاظ على وحده ولحمه الوطن، اللي شايفينهم النهارده الجيش المصري ما زال بيحارب الارهاب في سيناء وفي كل مكان نيابه عن العالم كله. والتحيه الخاصه الحقيقه للرئيس عبد الفتاح السيسي وللجيش المصري والشرطه المصريه، لانه يعني لولا انحياز الجيش المصري لل 30 مليون، ما بقولش 30 مليون، لان 30 مليون ده اللي نزلوا الشوارع، لكن كان في 60 مليون اخرين موجودين لم يستطيعوا النزول للشوارع، لكن كانوا يتمنوا انه يكونوا موجودين في هذا المشهد. فهو استجابه الحقيقه اللي كان مطلب ل 90 مليون، انه كان لابد انه حمايه الهويه المصريه وحمايه الدوله من الاختطاف، وده كان قرار جريء وقرار شجاع الحقيقه من الرئيس، لانه يعني يمكن الرئيس والمجلس العسكري وضعوا ارواحهم في كفه والوطن في كفه اخرى، لانه لو لم تنجح 30 يونيو لكانوا هم اول الناس اللي هيكونوا في صداره الحساب امام هذا التنظيم الفاشي يعني. وبالتالي احنا النهارده عدينا مرحله، يمكن مرحله كبيره جدا، الناس يمكن تسارع الاحداث اللي حصل والاحداث الكبيره اللي بتحصل دلوقتي لازم نرجعهم ونفكرهم انه يوم 30 يونيو كان يوم فاصل في تاريخ مصر. لولا 30 يونيو لكانت مصر النهارده دوله ممزقه، كانت النهارده في، وعندنا امثله موجوده حوالينا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي العراق، يعني المشهد اللي موجود النهارده مشهد متكامل نقدر نقول عليه ان هو من حماه ومن طالب به نمره واحد، صحيح، الشعب المصري، ومن لبى نداءه هو الجيش المصري. ومن حماه، صحيح.